إذن مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه انطلاقة شوطنا 27 وهو مخصص لفئات القعدان لهذا السن، سن الحقائق. نبدأ ونتعرف وإياكم مع أول أشواطنا النقدية، الشوط الأول الرئيسي النقدي لفئة القعدان، ونتعرف وإياكم على المركز الأول. المقدمة مع شاهين سعيد بن تخيل أبو صلعة مع المركز الأول والمركز الثاني. يتواجد هنا جبار لعوض بن صالح بن محسن، أو هنا عوض بن صالح العفيشة اليامي، من يتواجد هنا مع شاهين على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. الوصول والقدوم من المركز الثالث مع ظبيان زايد بن مطر، أو هنا من يتواجد على المركز الثالث هنا العديد لخليفة بن عبد الله العطية مع العديد، من يتجاوز في هذه اللحظات ويغير من المركز الثالث إلى المركز الأول. الله، المركز الرابع يصل هنا الباز علي بن راشد بن محمد المري، وعلى المركز الخامس وصول وقدوم وتسلل هنا من شاهين راشد بن حمد بن عبد الله المحرمي، من يتواجد مع المركز الخامس. نعود إلى شعار العطية، شعار العطية، الله، هذا هو شعار صالة وجالة في كل ميدان. هنا من يحتل المركز الأول، يا سلام يا سلام، العديد خليفة بن عبد الله بن علي العطية مع العديد، ولكن شوفوا 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 اللي وصلوا على المركز الثاني، شعار شعار هنا لا تغيب عنه الشمس، كذلك أيضا شعار بن عفيشة على المركز الثاني، يا سلام، ولكن الله بنروح مع العديد، العديد خليفة بن عبد الله بن علي العطية مع العديد، العديد العديد، سلامنا وتحياتنا للعديد للعديد وأهل العديد، يا سلام، تستاهل الناموس، تستاهل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعم، هذا هو العديد، من ينتزع الشوط الأول النقدي في هذا اليوم. العديد، تهانينا وناموس لمالكه خليفة بن عبد الله بن علي العطية. أما المركز الثاني، فوصل على المركز الثاني شاهين لراشد بن حمد المحرمي، المركز الثالث، وصل على المركز الثالث مشاهدينا الكرام الشباب لحمد بن عبد الله الفهيدة. أما المركز الرابع، فوصل على المركز الرابع جبار لعوض بن صالح بن عفيشة اليامي. أما المركز الخامس، وصل على المركز الخامس شاهين لجاسم بن محمد العمري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة انتزاع العديد للمركز الأول بكل جدارة وبكل أريحية، ما شاء الله تبارك الله. الشوط الأول النقدي يذهب هنا مع العديد، من عد العدة حتى أن حصل على المركز الأول وانفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. نعم، العديد هو صاحب هذا الناموس، خليفة بن عبد الله العطية، نهنيه على انتزاعه بالمركز الأول، وينقل السلام من هنا من ميدان الشحانية إلى منطقة الريان. نعم، تستاهلون يا أهل الريان هذا السلام. الريان يستاهلون أهل الريان. هذه لحظة وصول العديد إلى خط النهاية، دقيقتين 10 ثواني، جزءا واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك العديد خليفة بن عبد الله العطية على انتزاعه بالمركز الأول. أما المركز الثاني يصل هنا على المركز الثاني، دقيقتين 11 ثانية، 43 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شهير راشد بن حمد المحرمي على فوزه بالمركز الثاني. أما المركز الثالث، يصل هنا على المركز الثالث، دقيقتين 12 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الشبابي حمد بن عبد الله الحسن ألف هيدة المري على انتزاعه لناموس الشوط، لناموس المركز الثالث في هذا الشوط المنصرم.